هذول البعض المحاميات هم اصلا كل وحده عندها منظمتين او ثلاثه، ويعني منظماتهم عايشه على التمويل هي السفارات. يعني كل ما تزيد حاله الطلاق كل ما تزيد الدعم، والبيان البرلمان الاوروبي يوضح هذا الشيء انه راح يزيدون الدعم، فهي مساله واضحه جدا. فهم اصلا مثل ما ذكرت قبل شويه انه بالبدايه كانوا يتحدثون عن حقوق المراه والحريات المدنيه وغيرها وغيرها، لكن بعد ما فشلوا بهذا الشيء بدأوا يبينون وجههم الحقيقي، انه يعني فرحانين ب احد المحاميات تقول انا ما اتزوج الا على مذهبي والاحترام لمذهبها ولجميع المذاهب الاسلاميه. طيب انت منو جابرش يعني من حق المقابل؟ وهي هاي المساله. يعني هسه قبل فتره يعني اول ما قدم المقترح التعديل للبرلمان اتهموه بانه طائفي. طيب طائفي من اي ناحيه؟ هو قاعد يقول لك انت حر بامكانك تعقد على هذا المدونه او تبقى على القانون الحالي، وين الطائفيه؟ هل اكو شخص من السلطه التشريعيه اتهم هذا التعديل بانه طائفي؟ نعم، احد الكتل السنيه قال احنا ما نكتب مدونه لان هذا المشروع طائفي، ولكن بعد ان بدت تتوضح الصوره اكثر يعني حسب ما اكدوا المجمع الفقهي بانهم راح موافقين على كتابه مدونه على المذهب الحنفي. يعني الهجمة كانت على كل المستويات، على مستوى البرلمان، على مستوى الجمهور، يعني يحاولون يضللون الجمهور، على المستوى السياسي عن طريق تدخل السفارات والمنظمات، حاولوا بكل طريقة. نفس الأسلوب، هم نفس الأشخاص اللي عارضوا هذه المشاريع اللي قدمت على مدار 20 سنة، إضافة إلى أنهم حاولوا يمررون قانون مناهضة العنف الأسري مرتين، لكن الجميع فضحوا هذا المشروع.